شرف لنا والله. والحمد لله احنا نجد من هالدعوات المباركة من الأخوة والأخوات لأن فيها خفايا في التربية. صح. كلكم تقريبا يعني احنا يمكن أخطأنا أخطاء قاتلة حتى في تربية أبنائنا. الحين أن أكثرهم معي أحفادي عاد ما شاء حفيداتي. الله حنا الأبناء الحمد لله. وأنا أقول إنهم عيالك أجل عشان تصير صغير. لا لا ما في إلا عمر بس اللي شفته كبير. الله الله. ولا الباقي كلهم أحفاد ولد ولدي والبنات ولدي. ما شاء الله. تركي وعبد الله وبنات بناتي والحمد لله. ما شاء الله. فإحنا من خلال الحقيقة سناب يوم يقولوا بديم على الذكر ترى فيه أشياء بسيطة لكن تفرق فرق كبير. كلمة أحيانا قصيد. أنا بتكلم عن السلوك والذات اللي إحنا كلنا نغلط فيه دائم حتى في تعاملنا بالشارع مع الناس. في فرق بين أنك تقول أنت ولا تقول فعلك. فعلك غلط. هذا الفعل غلط ولا أنت غلط. أنت ما تفهم. أنت كذا فيك ما فيك. هذه كل الكثير يغلط فيها. وهي حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة خالد بن الوليد شف في حادث يعني يعتبر بالنسبة للرسول مؤلم جدا. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. برغم كذا قال اللهم إني أبرأ إلى الله ميش مما فعل خالد. أنا بريء يا الله من فعل خالد وليس من خالد. فشوف هذه قاعدة في التفريق. كلمة يوم قال عائشة رضي الله عنها كلمة إيش رضي الله عنها قلتي كلمة. مو انت يا عائشة غلطانة انت يا عائشة عملتي فعلتي. احنا نقول بناتنا ولا عيالنا انت ما تفهم انت وين عقلك وين رايح وين مضيع انت. ونترك الفعل. بعض الناس حتى من كثر ما يعاتب الولد يقول له انا ما ادري شو مسوي يلخمة. فلذلك هذه الميزة في هذه الرسائل الصغيرة التربوية انه على الاقل ترى احيانا كلمة تفرق في التربية. فلذلك صح. احرص على انه فعلا لان ما يخزنه الطفل في الصغر ترى خطير عليه بعدين في الكبر. ترى تصرفاتك مع اطفالك الان ممكن ولدك بعد ما يتزوج يكون عنده ولد يتصرف نفس التصرف اللي انت تصرفت معه. فيستمر الخطأ متوارث. نعم. تتوارثه اجيال واجيال. صح. انا ما ابغى اطول في الموضوع. الله يبيض صالح. نعم. فيه دراسة تقول أن الرجل أو الشاب عندما يبلغ 18 سنة يكون قد أخذ 180 ألف رسالة سلبية. لا إله إلا الله. مما حوله. نعم. نحن في التربية نحن في التعليم وفي الإشراف وفي التدريب ونعرف الشيء هذا. صحيح. وأخذ مقابلها 600 رسالة إيجابية. يا الله. من هالمية وثمانين ألف. إيه. فكان الله. كنت مقيم دورة تدريبية للمعلمين وقام لي قام واحد من المعلمين قال يا أستاذ علي وشلون 180 ألف معقولة يعني؟ قال طيب وأنتم تلعبون كورة ما دام أخونا خالد موجود إلى شدت الكورة وطلعت برا وش يقول لك خويك كأور عمى حول. قلت هذه رسائل سلبية. قال لا ما هي بصحيح الدراسة. إذا كانت هذه رسائل سلبية فوق الملايين تعدت بعد زادها يعني. فيجب علينا فعلا مثل ما قال أخوي صالح أن ننتبه لكلامنا. نعم. وأن لا نرسل أي رسالة إلا أن تكون رسالة إيجابية. صحيح. فنحن يعني عشنا وربينا على في تربية غير الوقت هذا. فإذا طبقنا ما طبق علينا نستمر. إذا كان خطأ نستمر بالخطأ ولكن يجب أن نقف مع أنفسنا ونرى هذه الحادثة التي وقعت علينا هل هي طيبة؟ هل هي مريحة لنا؟ هل هي مؤذية لنا؟ إذا كانت مؤذية لنا نطردها وإذا كانت جميلة نثبتها ونطبقها مع أبنائنا. فكلكم لكم أبناء ولكم أحفاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولكم النية. ونقول للمستمع انتبه لكلامك ولا ترسل رسائل سلبية. أرسل رسائل إيجابية حتى لو وقع الابن في الخطأ. لا ترسل رسالة سلبية. كن إيجابيا. صح. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون نحن وإياكم ذلك الرجل. آمين يا رب العالمين. لتعليق بسيط على بقفل هالموضوع سم وأنا بعد برجع لك. جزاك الله خير فتح المواضيع على التربية. يعني فعلا كلام أبو تركي وكلام الأستاذ علي الشيخ علي كلام يعني منطقي وكلام معقول. لكن أيضا أضيف
أن خير من يتبع في هذا المجال في التربية هو محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. كل الإيجابية عند محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وكل الخير عند محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأفضل التربية عند محمد صلى الله عليه وسلم. وهو الرحمة للعالمين. نعم. لذلك كل أمر تجد عند الآخرين ستجد عند محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره. نعم. بعطيك مثال بسيط. الآن وأنا دائما أضرب هالمثال. مهم جدا خاصة المعلمين يعني على الرسائل السلبية. لو مثلا ابنك ما حل الواجب وش اكتب له في الدفتر؟ لم يحل الواجب. صح صح ولا لا؟ نعم. أنا أعتبر هذه رسالة سلبية خاطئة. يعني قلت لبعض المعلمين ليش تكتب لم يحل الواجب؟ قال أكذب. قلت لا تكذب. خلنا نأخذ مثال عند النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى رؤيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولها له قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. ما كان يقوم الليل لكن عبد الله رجل صالح. امدحه قبل. قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فما ترك قيام الليل من تلك الكلمة. سبحان الله العظيم. يعني أنت لما تقول لم يحل الواجب أعطيتها صدمة له ولمه لأبوه. ولدكم سيء. أنت بطل لو حلت الواجب. نعم. ما أجمل أن تكون أنت رائع لو حليت الواجب. ما أجمل أن تأتي وقد أديت واجباتك. نعم. بكرة. صح. ها؟ بكرة. إيه. يعني كلمات الإيجابية والتربوية ستجدها عند محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. فعلا يعني ركز على الخطأ والفعل أكثر من تركيزه على أنت غبي. لا ما هو غبي يا أخي. نعم. إيه لا أنت كذاب. يعني أنت لما تقول أنت كذاب أنت حكمت عليها بالكذب كل شيء في كل شيء وهذا غير صحيح. أنت كذبت عليها الآن. صح. لكن ممكن تقول أنت كذبت في هذا القول والصحيح أنت تقول كذا وكذا. لا تقول أنت كذاب أعطيتها الصفة ولا هو ما هو صحيح. لا يصادف. لم يصادفك الصواب. أي نعم. نعم. فمثل هالأمور هذه فعلا حساسة وننتبه لها. وجزاه الله خير أبو تركي حقيقة يقدم محتوى رائع وصاحب هدف. نعم. أبو تركي أعرفه من أول ما برز ما شاء الله عليه وهو صاحب هدف. نعم. صاحب رسالة. صحيح. الله يوفقه ويزيده. حتى مع الكبار. مع الكبار لما تحدث مع الكبار يجب أن يكون الكلام له حدود. ما تكذبه أو تخطيه أو تقلل من شأنه. هو كبير حتى ما هو قريب لك. نعم. يعني بعض الناس هذه سبة الخلافات بينه والزعل أنك تخطيه وتقول كلامك غير صحيح وتقول هذا الكلام فيكون في الشيء من المشاحنة وشيء من لكن لو أنك عدلت في الشيء ولمحت للشيء يكون أفضل وما تفقه الشخص اللي تتحدث معه. عز الله المتصاد. قصة الرجل اللي جاء من بني إسرائيل قال إني قتلت 99 نفس. لما قتلت 99 نفس ذهب إلى رجل عابد قال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال قتلت 99 نفس وإن يغفر الله لك ما أبغى أغفر الله. قال أجل ما دام الله مو بغافر لي كمل المية كمل المية. ثم ذهب للعالم للتربوي الفاهم قال إني قتلت 100 نفس الله فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول منك من توبة؟ قال ولكن هذه أرضك أرض تذكرك بالقتل وتذكرك بالجرائم فاذهب إليها فغيرها. هذا السلوك الآن السلوك اللي بغيت تغيره غير البيئة اللي الإنسان يعيش فيها. نعم. كذلك هذا الرجل فذهب ثم مات في الطريق واختصمت الملائكة فيه أنه لم يعمل وأنه ذهب فقال الله تقاربي وهذه تباعدي حتى وجدوه إلى الأرض الأقرب. فالشاهد أن السلوك إذا زرعته في الواحد قلت أنت كسلان أنت كذاب قال خلاص ما يكذاب خلاص انزرع عنده إيش السلوك الخاطئ وهو أصلا يمكن رجل صالح رجل طيب. إحنا عندنا في التعليم ما قد جانا طالب ما جاب الواجب وقلنا له خلاص لا تجيب يقول يمكنك مشغول يمكنك بكرة عندك ظروف جيبه بكرة. والله نجلس مع الطالب إلى آخر العام الدراسي ما شاء الله. وبعض المعلمين يا تجيبه اليوم يا تجيبه بكرة ولا عاد تجيبه ترى حطيتك صفر ويوريه ويعقد الولد. بعض المواد تتعجب من الطالب راسب فيها وهي حقيقة من المواد اليسيرة. صعوبة التعامل مع فهم نفسيات الناس اللي أمامك. ولهذا دائما السلوكيات إذا أردت أن تنميها تعرف مكان الخطأ ولا تتواجه معه تتصادم. التصادم هذا يسبب نفور عند الإنسان فإذا سبب النفور مثل ما يقولون بايعها خلاص ما دام أني
كذا خلاص أنا ما عاد علي منهم، راح وترك ما عاد جلس عند أهله وسوى سلوكيات. ثم من يجده؟ يحتوي ناس سيئين. نعم. ثم إذا احتووا الناس السيئين، ما أبغى أقول أمثلة أخرى يعني يمكن الجمهور يفهم الأمر هذا. نعم. يفهمون الاحتواء هذا. لكن أنت يا أب يا أم يا خال يا عم يا صديق يا جار، الاحتواء المفروض يكون منك، ما يكون من ناس ثانين. والله ما تنتهي القصص في ناس طلعوا من بيوتهم ووقعوا في أمور وفي مخازي بسبب كلمة، بسبب تصرف. لو الإنسان أمسك على لسانه قليل، وصح أنه خطأ، ما نقول أنه مو بخطأ، لكن التعامل مع الخطأ يحتاج إلى توجيه ويحتاج إلى تنمية سلوكيات. والله من بعض الأبناء أنك تنبهر وتتعجب من سلوكيات عنده بفضل كلمتين قلتها وبفضل مدح قلتها، ثم تغير سلوكياتها لأولادها. الله يوفقكم ويجزاكم خير. موضوع حقيقة واسع. أيوة. وتركي جزاه الله خير أثاره، الله يرحمه. وبختمها بواحد من اللي مثلكم وشرواكم ويتكلمون يعني بنفس هالموضوع، يقول ولدك ولا بنتك ولا حتى موظفك ولا طالبك، لا تجي لمه وتقول لك كشفتك، أنت سويت كيت 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 وكشفتك، خلاص ما في مخرج. إذا سويت كذا باعها هو، قال خلاص ما كشفني انتهى. يقول لمح له، عطه مخرج، خله ينحاش، يمكن انه الى انحاش ما عاد يعود يرجع، ينحاش وينظف من الحاجة هذه. وانت عطيتها مخرج وعلمتها انك ما كشفتها ما تدري عنه، فالمرة الثانية لا تسويها، يمكن اكشفك المرة الثانية، فانت عطيتها فرصة. فيقول عط فرصة، التغافل يسمى، برضو التغافل جيد، التغافل يعني. ايه نعم. مثل شغل بعض الآباء، من بقيل كثير، الى ما صلى ولده قالت صليت، قال ايه ما صليت، قال من اللي جنبك، انت يمين ولا يسار؟ هو تحقيق يا اخي. اي نعم. الله يهديك يا هلا. المهم ان صلى وخلاص، زين احرص تجي بدري وخليك في الصف الاول. اما كلمه هل وينك ومتحقيق من اللي صلاكم وش قرا الامام وش سوى، هالامور هذه تضطر لان يقول شيء ما يبغى يقول. والله انك صادق، وانا من حرصهم علينا، من حرصهم ما نقول لا. الله يا ابو ديم لو سمحت بس سمع. احد الزملاء يقول لي صديق مدخن ورجل كل اموره تمام، يقول قابلته انا طالع وهو داخل، قلت له فلان، قال سر، قال والله يا علومك طيبه عندك حاجه بس، يقول اقفيت ما ذكر حاله، ما ذكر حاله. يقول دارت الايام وانا التقي انا وياه في مناسبه، قال ابو فلان قال سم، قال ابشرك اني تركته. اي قلت ما شاء الله عساك بشير انت افرح وانت السبب. يا عسى شلون السبب؟ قال تذكر يوم تقابلني وتقول هالكلمه هذه؟ ترى سبحان الله العظيم حيضت عليه. امور بس تبغى اشارات، اشارات ذكيه فقط. هذا على كلام ابو عبد الله، نعم العبد. ايه نعم العبد عبد الله. عبد الله لو كان الثناء المسبق قبل طرح توضيح الفعل، فعل او الخطا. عز الله انك صادق. احنا فيها بشاره الدكتور خالد. يا سلام.